أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حقيقة علم الكلام؟ ومن هم أبرز علماء علم الكلام؟ وهل يوجد منهم طوائف في هذا الزمن؟ وجزاكم الله خيرا. علم الكلام هو علم المنطق المبني على المقدمات والنتائج والجدل، ولم يكن معروفا في أول الإسلام. كان العلماء يعتمدون على الكتاب والسنة والوحي المنزل، فلما تأخر الزمان بعد القرون المفضلة حدث علم الكلام والجدل والمنطق، وهو مجلوب من اليونان، مجلوب من الكفار، ليس هو من طريقة المسلمين، ولا يبنى عليه دين، لا يبنى عليه دين ولا يستدل به. ولذلك حذر منه العلماء غاية التحذير. وهو موجود، فيه من يدرسه ومن يدرسه ومن يستدل به، وهو مع علم باطل، لأنه ترك للكتاب والسنة واستدلال بقواعد المنطق وعلم الجدل، فهذا إعراض عن الكتاب والسنة. والله أنزل علينا الكتاب والسنة هداية للناس، فيستدل المسلم يستدل بالكتاب والسنة ولا يستدل بقواعد المنطق وعلم الجدل، ويقدمها على الكتاب والسنة، يسمونها براهين عقلية، وهي في الحقيقة جهليات شكوك، لأنها من صنع البشر، لأنها من صنع البشر. وأما الكتاب والسنة فهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأهل العلم وأهل السنة لا يستدلون بالمنطق ولا يعتمدون عليه، وإنما يستدلون بالكتاب والسنة. نعم.